هذا الجزء الثاني مع باشمهندس الأستاذ طارق أحمد خالد، وبنتمنى إنه الناس تسأل. صح، نحن قبل شوية في السيشنز الفاتت كان شوية حصرنا العدد بتاع الأسئلة لأنه زي ما قلنا نحن بادين متأخرين، لكن ما بيمنع ده من إنه حنسأل كثير، وإذا في أسئلة أكثر بالتأكيد نحن كنا عاملين شير لللينكدين أكاونت بتاعه، فمن الممكن الناس ترسل له هناك إذا عنده أسئلة بعد ذاك خاصة تزحمه شديد، زائدا في الفيسبوك أو خلافه، لكن بنحاول بقدر الإمكان إنه نجاوب أو نخليه يجاوب على الأسئلة في نفس الساعة. فشكرا لحضوركم للمرة الثانية، وشكرا له كثير على إنه وفر لنا من زمن وساعة. ونبدأ. شكرا. السلام عليكم. طيب السيشن بتاعنا هيكون from idea to implementation. واضح إنه هنشوف الخطوات الممكن أنت تتبعها بحيث تنتقل من الحاجة الأبستراكت المجردة النظرية لحاجة تطبيقية قدامنا. أوكي؟ كثير مننا بكون عنده الأفكار وما بكون عارف يوديها وين، يعمل بها شنو. أوكي؟ وما عنده التولز والتكنيكس اللي يختبر بها ذاتها الأفكار بتاعته دي هي شكلها شنو. طيب الأوبجكتيفز بتاعتنا هي تقريبا أربع حاجات، ابتداء من capturing the ideas. بتجي من وين the ideas؟ لو عندك idea is it enough؟ يبقى الخطوة الثانية set business goals and objectives، تتعامل بياته بطريقة. الثالثة formulate and execute the business plan، يعني حتى الأوبجكتيفز دي بعد أنا أصليها كيف على أرض الواقع. Finally, how to build your capacity. عشان تلاحق الحاجات دي، أنت محتاج لشنو؟ شغلنا كله حيكون around meeting الأربعة objectives دي. طيب ال ideas طبعاً الكور بتاع الشغل كله. عشان كده زي ما بقول الزول، لو قال أنت زول ما عندك خيال، بالمناسبة دي شتيمة كبيرة جداً. يعني الناس ما بتتخيلها، لكن معناها مخك ما قاعد يشتغل، ما قاعد تشوف لقدام. You are just like a machine، يعني مشو كده وبدور، لكن هو ما عنده حاجة جوا. فالعصب بتاع الشغل كله هو الايدياز، والايدياز بتجي من خيالك. اوكي طيب from where the idea comes؟ خلاص، بتجي من الهواء، بتجي من وسط البني آدمين العاديين ديل. حتى ما جبت لكم بني آدمين من دولة تانية ولا هدين ناسنا الحايمين في السوق وسط ديل اللي بيجيب منهم الأفكار أصلاً، ومفروض لما تطبق تمشي لهم هم. أوكي first of all، فالأيديا بتجي من الانفايرومنت المحيط بك بقدر تفاعلك معه. الناس ديل عندهم needs. اوكي زي want to eat، يتعلموا، ياكلوا، يشربوا، يتعالجوا، مليون حاجه محتاجين ليها. والنيدز دي will be satisfied through products and services ايا كان شكلها. اوكي products تساعدهم في اكلهم، شرابهم، تعليمهم and so on. كمان خدمات تساعدهم في نفس الحاجات دي. دورك always to fill the gaps في الحاجات الموجودة دي. في شنو ما موجود في البرودكتس ممكن يساعد الناس زي to satisfy needs، في شنو ناقص في السيرفيسز دي انك تقوم تقدم لهم، وإلا حتكون نوع الناس اللي بيقوم بيجيب له فكرة ما عندها أي علاقة بالواقع. كي زي ما بنقول حاجة هلامية ساكت يعني. في الحالة دي ممكن تكون من ناحية كده انتلكشوال ممتع عليك، لكن حدها باب بيتك يعني تستمتع بها كده ساكت يعني، لكن ما عندها فاليو. خلينا نخد الكلمة، كلمة فاليو دي ما عندها فاليو للبني آدمين ديل. الثانية
not filling the gaps انما تقفز قفزه لقدام فيها شيء من الابتكار فيها شيء من الانوفيشن by creating needs. خلونا نشوف مثال في العالم. مثلا لو شفنا ابل ستيف جوبز مثلا لما جاء خدت الايبود هو ما كان في نيد او الناس ذاته ما كان عندها فكره عن الحاجه جاء خدت الديفايز وبدا يحكي للناس انه حنستفيد منه شنو اوكي يعني قام قفز بالناس خطوه لقدام وساق لها فهنا ما عايل للجابس بالشكل ده لكن مخه كان خياله خلينا نقول خياله كان جامع جدا اوكي لكن الاليه الاهم كانت انه كيف يسوق الناس تجاه الحته دي ما يكون كلام theoretical. اذا في صنف من الناس عنده احتكاك كبير جدا من الواقع بيشوف الجابات الموجوده وبيملاها في زول ثاني لا كمان بيقفز خطوه في المستقبل وبيحط حاجات فيها شيء من الانوفيشن لكن أجان لازم يقنع الناس إنه عندها value وبالتالي يسوق الناس تجاه الحاجة دي. So عشان تكون أنت واحد من الناس ديل محتاج لشنو؟ What shall we do? First of all, you need to be close to people. دي أهم حاجة. الزول اللي قاعد في ايفوري تاور فوق ما بيقدم حاجه للناس ذات قيمه ده النوع اللي بيكون خالف رجله فوق وبقول المفروض الناس تكون كده والسودانيين ديل ما بعرف شنو وكانما هم من كوكب المريخ يعني من حته ثانيه فبيقعد فوق بيخلف رجله بيبتدي يوزع في الانتقادات وفي احباط الخليج and so on. فده ما close to people. Always هو بيتخيل إنه هو above the people. Okay. فعشان يكون عندك ideas عندها value, you need to be close to people. The first of all. Then يكون عندك sensors to scan the environment. طبعاً you cannot scan the environment as a whole. هنا بيكون عندك interest في مجالات معينة. فالويز انت بتقوم تعاين للنيدز حقت الناس مقارنه مع المجالات اللي انت بنقول عليها always the area of application اللي انت بتطبق فيها الانترست العلم بتاعك and so on. فبقربك من الناس بمعرفتك بالنيدز بتاعتهم you need to scan البرودكتس المقدمه ليهم والسيرفيسز المقدمه ليهم وتبتدي بعد ذاك either to search for the gap to fill it or كمان زي ما قلنا تقفز به خيالك أبعد لأنك تعمل innovation عشان satisfy needs بتاعت الناس دي. And لما انت to scan the environment you have to know the potential customers. وين ناسك ديل؟ عايز تقدم الخدمة لمنو؟ It's okay. And you need to understand the needs of those potential customers in terms of products and services. عشان تقدر to fill the gap, you need what we call critical thinking. Critical thinking بمعنى always تعاين بالنظرة النقدية للproducts والservices دي. مشاكلها كانت شنو؟ العيوب اللي فيه. ممكن تكون أفضل من كده كيف and so on. لأنه أصلاً إذا كان everything is alright خلاص يعني أمشي أقعد استمتع بالحاجة اللي بيقدمها الناس وخلاص. And then innovation. الانوفيشن ده ماشي بيتعلمه يعني خلينا نقول في ناس talented عندهم التالنت بتاعت إنه يكون innovative في ناس بيكتسبوها أكثر باحتكاك بأكبر كمية من البرودكتس الموجودة يفهمها and so on studied يمكن بطريقة شوية أطول وأصعب okay. زي ما بنقول إنه في زول ممكن يكون يتولد حريف في الكورة الألعاب الله خلقه كده وفي زول by
practicing بشكل عنيف جدا وصل له نفس المستوى. Okay. الحتة المهمة, the ideas should have value. والvalue دي حاجة, دي الحاجة اللي أنت حتقدمها للكاستمر, تقول له إنه my idea حتقدم لك الحاجة الفلانية. هو بعد كده حيحس إنها عندها value or not ليه. Okay. فالايديا حقتك should have value, ودي لازم انت to stress on it. الكلام الجبال قالت الاخت انه جبت الايديا وسرقها مني وبعد شويه قعدت ساكت في السهاله. من المهم جدا the ideas should be patented. Okay. طبعا ما من اول يوم, يعني ما في زول بيمشي للمسجل بتاعنا يقول له والله انا عندي فكره سجل عليها, ما كده ديفينتلي. لكن بتمشي ميبي تجاه الديزاين بتاع تطبيقات and so on, في اشياء you need to satisfy it. اوكي, تمشي تقرا عنها عشان كيف تحفظ الحقوق بتاعتك. لو مشيت وقريت فتشوا مثلا كيف to sell ideas to Google, يعني اكتبوا الحاجة دي ومشوا فتشوها, ما جوجل بس لأي حتة, لكن قصدت عليك example, بتلقى اكتب الحاجة دي وحتلقى links ضخمة جدا بتشرح لك كيف تحفظ حقوقك. تخيل ان انت عندك brilliant idea وقلت انا عايز الحاجة دي بتستاهل ناس جوجل, مشيت ضبطت الpowerpoint presentation ونقول مشيت أمريكا طلبت تقابلهم, مشيت قدمت البرزنتيشن and then قالوا لك thank you it's a brilliant idea حنتصل بك, and then بعد a month لقيتها implemented. هتعمل شنو؟ can you prove الحاجة اللي حصلت دي؟ no. عشان كده أمشي فتش اللينكس, حتلقى أول حاجة بقولوا لك الفكرة حقتك كيف تسجلها, كيف تسجيله قبل ما تمشي للناس ديل. واللحظة اللي بتعمل presentation partner presentation ليهم, تقوم تكتب السيريال نمبر بتاع البيتنت زي هرشة اليوم يا أخوان, لأنه الحاجة دي مسجلة في الجهة الفلانية, السيريال نمبر بتاعها XYZ. أوكي, وعندك طبعا advocate وكمية من الحاجات. بعد كده خلاص بيتعاملوا معاك إنك صاحب الحق في الحاجة دي, وبالتالي يصلوا معاك لديل اشتروها منك, يكون عندك whatsoever, لكن في النهاية انت حفظت حقك. فدي حتة very important بالنسبة لك. طيب قبل ما نمشي أحب أضيف حاجة تانية. لما تجيك فكرة يعني ما تبدأ تنفعل بها طوالي, خلاص you need again to scan the environment, إنه في أفكار زيها ما بس في السودان, فتش كويس إنه بيجا في نت وفي في في كمية من الحاجات, فتش عن الفكرة في somebody في حتة عمل حاجة شبيهة, في تجربة عملت وفشلت and so on. زي ما قبل قلت لازم يكون عندك critical thinking للحاجات اللي بيقدموها الناس, لازم يكون عندك critical thinking للحاجة اللي بتطلعها انت ذاتك. try to test it. It's okay first of all, قبل ما انت تعتمد طوالي خلاص انا عايز انفذها. وتحاول always الكريتيكس اللي انت بتعملها تشوف نقاط الضعف بتاعتها شكلها شنو وحقتها شكلها شنو, في disadvantage could it be implemented or not, وتفتش زي ما قلنا الحاجات الشبيهة. والأهم try to generate alternatives, يعني اتحدى الايديا حقتك بانك تاخذ الترناتيف ايدياز. يعني دي ايديا 1 بعدين ايديا 1 داش وايديا 2 داش وايديا 3 داش سو اون حوالين نفس الحاجه. اند ذن بعد التست اللي انت بتعمله ده, خلينا نقول ايزر الايديا دي بقت ناضجه او كتلتها. اوكي, انها خلاص ما ثبت انها ضعيفه ما نافعه, او اوريدي في ناس
سبقوك عليها and so on. طيب خلاص عندي ايديا ناضجة جدا وانا عايز اخدتها في شكل بتاع بزنس، انزل بها الماركت، اعمل بها ماي كمباني واتسوايفر. هنا بقى بتقعد وتخلف رجلك واحلام اليقظة، بتقوم تدور مش كده، بتخيل نفسه بيجا بيل جيتس ولا بتخيل عادي. اصلا لو ما زي ما قلت لو ما عندك خيال ما هتمشي لقدام. بس مسألة الخيال دي خلينا ننظمها، خلونا نحدد الترمز دي goals, objectives and outcomes. This is very important. المصطلحات دي يا اخواننا ما مدرات فات، كل ترم بيعني حاجة محددة. فهمك ليها، تطبيقك ليها بنظم ليك الآلية بتاعت التفكير بتاعتك. طيب تخيلوا أنا عندي هواية سي بلعب تنس ولا كورة ولا whatsoever. من حقي أحلى منه أنا عايز أفوز بالكاس في الحاجة الفلانية. It's okay. من حقك إذا أنت كنت قدر الحلم ده طبعا. طيب نقول إنه أنا عايز أشيل البطولة بتاعت ويمبلدون. أوكي خلاص ليتس أسيوم. مهم جدا أسأل نفسي عشان أشيل البطولة دي أنا محتاج لشنو عشان ما تبقى أحلام يقظة. For example عايز to acquire certain skills، أتدرب عليها، أجيب لي trainer يوريني how to acquire these skills. Then I need to acquire fitness. Okay, for example. Then I need to learn certain techniques عشان أغلب بها المنافسين بتاعيني. I need to learn their techniques also عشان أهزمهم. It's okay. Then I should have موتيف، دافع للحاجة دي كلها. الدافع في الأغلب بيكون تبدأ تتخيل شكل المستقبل لو أنت جبت الكاس بيحصل شنو، تتخيل بعد كده أنت بقيت واحد من السليبريتيز وعملوا معاك لقاءات في CNN وعملوا لك أفلام ولا لا لا لا، الكمية من الحاجات بتكون شكل بتاع دريمز بتديك دافع للحاجة اللي انت. إذا الحاجة دي ما قادر تتخيلها ما حتشيل الكاس. It's okay. لأنه الحاجات اللي قبل قلنا دي صعبة جدا، It's not easy. فلما التمارين تقوم تسخن معاك ونفسك يقوم وخلاص تقول يا خلي جابرني شنو وخلي الموضوع، شنو اللي بيدفعك انك انت تتحمل الصعوبات؟ هي الدريمز مش كده؟ الدريمز دي هي الموتيفز اللي انت بتخليك. فإذا لابد يكون في حاجة خلف المسألة دي. التلاتة حاجات ديل لو عينا لهم مع بعض بنسمي دي the goals، بنسمي ديل the objectives، بنسمي دي the outcomes. okay. إذن مهم جداً التفريق ما بين الثلاثة حاجات دي. How to set the goals. First of all لازم الgoals تكون واضحة. وإذا أنا حققت الgoals دي العائد شنو؟ اللي هو ده حتكون الoutcomes. وعشان أنا أحقق الgoals دي مفروض بطريقة محددة أعمل شنو؟ 1, 2, 3 اللي هي دي الobjectives. It's okay. إذن ده الشغل الكونسبشوال المفروض يكون في راسك جاهز once إنه بيجا فيه idea، once إنه بيجا فيه idea solid idea. الobjectives مفروض بعدها تترجم into plans. في plan to acquire skills مفروض أعمل شنو؟ اوكي السكيل الفلانيه مفترض اعملها في الاول وبعدين بعد السكيل الفلانيه بعدها كده، والبلان دي فيها تايم وفيها كوست فيها كميه من الحاجات. اوكي
إذن first of all you have to set the goals. Well, goals بتبدأ تتفكفك into objectives. Should be decomposed into objectives. مثال زي ما قلنا قبل acquiring skill one. في skill معينة say في 7 skills أنا مفروض أعملهم عشان أكون up to الحاجة اللي أنا خديتها. إذن كل واحدة من السكيلز دي هو objective حد ذاتها. Objective one أعمل السكيل الفلانية. Objective two acquire السكيل الفلانية. Objective three and so on. Objective four الفيتنس. Objective five and so on. لابد يكون في well defined objectives. وإلا الحاجات هتكون هلامية ما هتعرف تقبضها. Okay. سيجما الأوبجكتيفز مجموعة الأوبجكتيفز دي بتمثل your business plan. إذا طبقت البزنس بلان مظبوط هتصل ليه الأوبجكتيفز، وإذا حققت الأوبجكتيفز مفروض تصل ليه الجولز. بس الكلام ده لازم تستوفي شروط معينة. طبعاً إذا حصلت الحاجات دي لازم تصل ليه الأوتكمز بتاعتك. طيب at the beginning لازم نستوفي شروط معينة. الجولز should be achievable. يعني ما ممكن أحلم ساكت كده. أوكي أحلم. فإذا كان الحلم أصلاً غير قابل للتحقق أنت ما هتعمل شيء غير ما إنك هتجنن نفسك صح؟ يعني هسه أنا كده بجد يعني ممكن أشيل ويمبلدون مثلاً. It's impossible. ما ساكت يعني القصة. It's just an example. فالويز لازم الجول ده يكون achievable. منطقي. It's okay. منطقي. صح من حق أي زول يحلم لكن كمان أحلم بالحاجة القابلة للتحقيق. وإلا المستشفى ملام بالناس دي المشكلة. المتخيل نفسه إمبراطور والشايف نفسه أينشتاين قاعدين يعني. دي النتيجة طبعاً إذا كان المسألة غير قابلة لتحقق. Again, the objectives should be smart. وسمارت هنا مصطلح طبعاً. Should be the objectives should be specific. يعني قبل ما قلنا acquiring skills لابد to define the skill بشكل محدد. Acquiring skill one اللي هي كده عايز أعمل الحاجة المعينة. So كيف لازم the objective تكون specific محدد جدا. ودي منها الاس then measurable can be measured in terms of cost in terms of whatsoever كان شكل الميجرمنت لازم تكون حاجه كوانتيفايد. بحب دائما اضرب المثال لما يجي وزير معين ويقول والله عايزين نزيد الانتاج زياده مقدره. هذا الكلام الفاضي اللي هو حاجه ما ميجرابل. يعني مقدره دي اقول شنو يعني كم مش كده. لما نجي أقول في خطتي مثلا عايز أزيد الإنتاج أقول أزيده by 20% by 50% عشان بعدين نجي نحاسب مش كده نتحاسب على الحاجة دي. فيلا هنا أنت عشان تحاسب نفسك لازم تقول الحاجة دي كده أنا عايز الحاجة الفلانية should be measured. إذا كانت ما measurable أنت بعد 6 شهور حتكون واقف كده أنا عملت شنو تحسب إنك وصلت 50% من الخطة 70% ما هتقدر لأنه الحاجات كلها هلامية. It's okay. This is the M كده SM achievable زي دي. إذا the objective ما achievable just you will waste your time and effort. Relevant. Relevant بنقصد إنها فعلا بتوصلك ليه الجول بتاعك. تخيل انا اخد ضمن السكيلز
اللي بتخليني أشيل البطولة حقت ويمبلدون إنه أحسن الخط بتاعي. It's irrelevant. It's okay. ما عنده علاقة. فإذا مهم جدا تتأكد إنه في line connecting the objective له الجول. إذا ما connecting the objective للجول، إذا you will waste your time and effort في إنك هتتعلم حاجة وتتعب وفعلا ممكن تتعلمها، لكن the end result إنها ما هتوديك للجول اللي أنت عايزه. So the objective دي لازم تتأكد إنها relevant. Finally, it should be time bounded. دي واحدة من الحاجات الكيز للبلان بتاعتك. الأوبجكتيف دي حصلها within how long؟ ما حاجة مفتوحة. It's okay. What time يا إخوانا في البيزنس is very important. إذا أنت كنت بطيء، ما أظن أنت في الدنيا دي اللي بتفكر براك، اللي عندك ideas والناس دي كلها قاعدة منتظراك عشان أنت تتفضل على البشرية بالايديا حقتك. في somebody قاعد في حتة تانية قد تصل الايديا دي تجيه بعدك بشهرين، لكن عنده الابيليتي اللي ينزل على أرض الواقع في 5 months وانت بتشيل في رجل وبتخط وبتخلف في رجلك عشان تطلعها بعد سنة، فهو هيطلعها قبلك وحتحسب له هو ويلقين الماركت شير العالي، وسيارتك لما تخلص حتجي لاحق له في الماركت، بل قد تحسب مقلد صح؟ حتى لو انت كنت فعلا كانت الفكره حقتك يس حتكون مقلد لانك جيت نمبر 2. So a time is so critical. اذا اي objective انا بفككها من الجول بتاعتي لازم اخضعها للاربعه معايير ديل. اوكي specific, measurable, achievable, relevant and time bounded. إذا أنا بديك في تشيك ليست أول ما تعمل الحاجات تقول يس تملى الحاجات. Then الأوبجيكتيفز دي المجموع بتاعها بكون your business plan. بتنتهي بأنه يكون عندي برودكت معين بيجسد الأيديا حقتي أو سيرفيس معينة بتجسد الأيديا حقتي، ومهم جدا كجزء من البلان انه هي مقدمه لمنو. احنا قبل قلنا انت يو نيد تو بي كلوز تو ذا بيبل، يلا البيبل ديل كلهم اكيد شريحه معينه من البيبل انت مقدم لها الحاجه حقتك. It should be defined and it should be part of your business plan. دائما لما نقول to whom، ناس الماركتينج بيسموها كاستمر أو market segmentation، يا يعني to segment من الماركت. عشان كده مثلا ممكن تكون في idea معينة بتتجسد ببرودكت معين، البرودكت ده ينزل في الماركت according to the gender، مش كده؟ منتج for the female، منتج for males for example. ممكن يكون لشريحة معينة according to the age. It's okay. وقد تكون by geography، قد تكون by socio-economic whatsoever. إذن أنت لازم تحدد يا ترى شريحة من الماركت أنت مستهدفة، ودي لازم تكون جزء من التفكير بتاعك، جزء من البزنس بلان. okay. إذن تكلمنا عن الجولز بشكل عام، تكلمنا عن level 2 objectives، وتكلمنا بشكل عام again عن البزنس بلان. لما نتكلم عن البيزنس بلان فيها جوانب كثيرة، يعني itself it's a big course، لكن you don't need the details. إحنا هنا بس في حاجة بتاعت سناب شوتس. البلان لازم تكون بتتكلم عن الكواليتي بتاعت البرودكت اللي انت عايز تقدمه، لازم يكون فيها جانب يتكلم عن الكوست، فيها جانب عن التايم هتطلع 200، فيها جانب عن الماركت، فيها جانب ليجل عنده علاقة به الحقوق بتاعتك، لو في كونتراكس، في شكل علاقة مع الكاستمرز and so on. Okay. Which market. إذن البلان يا أخواني فيها جوانب كثيرة جدا،
لازم تستوعبها. وأولويز بقدر ما نهمل واحد فيها بناخد على رأسنا، نظبط الكوست، ما نظبط كده كده وننسى الحاجات الليجل، تلقى نفسك حقك يتآكل. خطيت بالك للحاجات اللي قالوا عن صون صون الكواليتي وما خطيت الكوست، تلقى حاجتك طلعت غالية جدا والناس ما حتقبل عليها. اوكي، حاولت تريديوز الكوست ونزلت لحد ما طلعت بور كواليتي، الناس حتشنف لك الحاجة حقتك وما حتجي. اوكي، اذا في خلينا نقول خلطة فيها مجموعة من الانجريدينتس لازم تتعامل بشكل متوازن عشان تطلع لك النتيجة النهائية حقتك. من الجانب المهمة، هل البرودكت أو السيرفيس اللي انت عايز تعملها اللي هي نابعة من الايديا حقتك feasible or not؟ احيانا ممكن تكون الايديا so brilliant لكن unfortunately ما فيزيبل. ما فيزيبل بمعنى انها ما قابله للتطبيق. احيانا ممكن تكون ما قابله للتطبيق، ما الكلام ده ما على اطلاقه طبعا يا اخوانا، ممكن يكون في فتره زمنيه معينه ما فيزيبل لكن it's gonna be feasible بعد سنتين. احيانا ممكن تكون ما فيزيبل في لوكيشن معين لكن فيزيبل في لوكيشن ثاني، وده السبب في النهاية بتلقى إنه في زول قام خلى البلد المعينة مشى لبلد تانية لأنه الايديا دي is not feasible هنا، ما حتلقى زول. اوكي، فعشان كده مهم to study the feasibility and to test it maybe against the time maybe against the geography، وقد تكون نتيجتها إنه والله في زول قاعد في بلد معينة يقول أنا راجع السودان أو العكس، لأنه هو ما جاي السودان والناس عايزة تشوف الزول المجنون ده، الناس عايزة تطلع، هو عايز يجي لكن هو عارف إنه الايديا حقته is feasible here. وفي زول مشى إثيوبيا for example or مشى كده في حتة معينة، فالناس بتقوم تعاين بالظاهر وتشوف شنو ده، لكن because إنه he or she did the feasibility analysis هو عارف where this project is feasible. So عشان تعمل feasibility analysis first of all you need to make sure that the idea can be implemented ومحتاج to study the capabilities. Capabilities عشان تعمل the implementation ده it could be financial يعني محتاج fund معين، it could be technical هل انا عندي الability، يعني انا ممكن تكون عندي الفكرة innovative لكن انا technically is not capable to do it، بالتالي I should seek some partnership مع جهات. It's okay. So عشان تصل لpartnership again دي ذات عايزة تفكير ما ساكت. البارتنرشيب بتكون مع جهة تكمل لك الحاجة الناقصاك، انت ما زول مكمل definitely ما انسان كامل، ففي نواقص. احيانا انت technically capable لكن ما عندك قروش، بالتالي محتاج شريك to finance. واحيانا انت you are not technically capable في الحاجة دي also عندك ال overall idea، تقوم تجيب معاك technical guy to fill the gap. Okay, for the part and the feasibility. بعد كده تشوف threats and opportunities. الثنائي ده مهم جدا. Threats هنا بنقصد المخاطر الممكن تأثر سلبا على ال implementation بتاعك. You have to study it carefully. إذا تعاميت عنها أو ما شفتها أو في غمرة الانفعال بالايديا حقتك وجيت تطبقها يا دوب تبدأ تظهر لك threats unfortunately too late وتقوم تاخد على رأسك. It's okay. لكن لو أنت كنت خدت بالك للthreats الممكن تأثر عليها
ولما نقول خدت بالك معناها خدت احتياطاتك لها. Technically we call it the contingencies. فyou can absorb the threats دي. وsometimes when you study threats, أحيانا you can convert it into opportunities. إذن you need to define the threats, you need to analyze it, وبعدك تشوف هعمل شنو قصاد الحاجة دي. مثال أحيانا مثلا عندي حاجة technical. واحد من أكبر الثريتس بالنسبة لنا في السودان والله for example الإمبارجو مثلا technical embargo الحاجة دي ما موجودة. لما أبدأ أفكر في الحاجة دي قد تجيني brilliant idea أستفيد من وضع الإمبارجو ده itself وحوله إلى opportunity. مثلا أحيانا قد لقى it's a threat no way to avoid it أقوم أشوف البدائل. قد تكون البدائل even إننا نعمل الحاجة outside السودان وأداك أجيبة for example عشان أعملها في حتة ما فيها for example الثريت بتاع الإمبارجو. المهم هنا داير أقصد ما عايز أخش في التفاصيل لكن داير أقول إنه لازم تحدد الثريتس اللي أنت حتتعرض لها عشان تثينك فيها بصورة مفصلة. بالمقابل تفتش الأوبورتيونيتيز. إمبارجو الحظر الأمريكي sanctions okay. بالمقابل أحيانا بتلقى في opportunities معينة أنت عليك تستغلها عشان تخفز بها خطوات للأمام. The idea it should be profitable unless إنها هي حاجة charity ده موضوع تاني. لكن unless طالما أنت عامل startup and you need to gain money كبزنس لازم تتأكد إنها فعلا هي profitable. ولما نقول profitable لابد تتعلم حاجة ما لازم تكون very sophisticated لكن لازم تكون موجودة وصحيحة. we call it the business case. it's okay business case. وبتحتاج simply what we call the cost benefit analysis. لازم تتأكد إنه ال benefit أو revenues أكثر من ال cost. لأنه إذا ال cost كان أكثر من ال benefit ده معناه أنت you will lose money simply لحد ما تلقى نفسك في النهاية قاعد ساكت قصاد الفكرة في الهواء دي بدون فائدة. and sometimes you may need to calculate the payback period اللي هي دي الفترة اللي أنا برجع بها القروش. ودي مهمة جدا إذا أنت كنت ماخذ فند من جهة أو دخل معاك شريك عشان يمولك فهو داخل بقروش من حقه أنه يطمن أنه حترجع له. فجزء من الفيزيبيليتي أنه حترجع له في كم. إذا قلت له والله حسبناها ولقيناها بترجع لك بعد 5 سنين ممكن يقول لك go to hell أنا حخش شباب في حاجة تانية وترجع لي just within 1 year. ليه أديك لها 5 سنين؟ It's okay. فلما تعمل الحاجات دي وتكتشف مثلا إنه والله الـ payback period 10 years okay you need to sit down and revise your homework. هنا لو لاحظنا the test كان للـ idea أثبت فشله في حتة إنه طلع الـ payback period طويلة. always وانت بتعمل الاناليسز لابد تستمتع بالcritical thinking. لقيت المسألة ما نافعة don't give up امشي راجع. احيانا بترجع حد ما to criticize the original idea وتجي راجع تاني retest تقوم تنخفض من 5 إلى 3 اوكي ما نافعة لكن مشينا خطوة لقدام. get back راجع الحاجات تاني أعمل tuning الايديا and so on and so on. تجي تلقاه for example 1 year it's okay. بس في الحالة دي الايديا is not that old when حصل لها modification it's okay. إذا لو لاحظنا ما بين الايديا والفيزيبيليتي analysis لو وأنا ماشي وراجع بعمل شنو بعمل tuning للgoals
بجي بعمل تيونينج للأوبجكتيفز، بعد ذاك بجي برجع بعمل تيونينج للبزنس بلان اللي هي جزء منها الفيزيبيليتي. تخيلتوا المسألة؟ We call it yes. بيسموها iteration. It's okay. تمشي وتجي، تمشي وتجي لحد ما تضبط الوصفة اللي انت. الحاجة دي شبيهة يعني so natural. تخيل لو جبت لك زول من ال زول بيعمل في أكلة، بيضوق بعدين بيعدل في المقادير إلى أن تضبط. هي كده، it's so natural يا إخوان. إحنا بنعمل في حاجة ما قاعدين نتفلهم في حاجة جديدة، هي حاجة natural الإنسان بيعملها، بس بنحاول ننظمها للناس عشان يعملوها بصورة professional. طيب البزنس كيس هي شنو؟ المصطلح ده جبته من ويكيبيديا. The purpose of a business case is to capture the reasoning for initiating a project or task. It is often presented in a well-structured written document, but may also sometimes come in the form of a short verbal argumentation. The logic of business case is that whenever resources such as money or effort are consumed, they should be in support of the business. ده تعريف بسيط جدا للبزنس كيس. بمعنى اي افورت تبذله، اي ماني تدفعه، لازم امشي في الحته اللي بتستاهلها. سمبل از ذات. ده بيفهمه اي بزنس مان شغال في السوق، تاجر بسيط، زول عنده مصانع، كلهم بيعانوا بنفس الحاجه بغض النظر عن السوفيستيكيشن. يعني انا لو عندي دكان صغيروني في السوق، بعرف اشتري البضاعة اللي عايزينها الناس، مش كده؟ بـ my sense. هو بيعمل بزنس كيس، بس هو ما مهم يعرف انه بزنس، ما لازم، مش كده؟ ما لازم يعرف انه هنا بيسموها بزنس كيس، لكن بيعملها بشكل عفوي بخبرته اللي هو اكتسبها. فإذا مهم جدا نعرف نعمل الحاجة دي كيف. ببساطة في معادلة بسيطة جدا، you need to calculate the following. The total cost and the total revenue. ده للاثنين. The total cost بينقسم لقسمين. The direct cost and the indirect cost. ومهم جدا تتكلم عن over a period of time. تذكروا الobjectives قبل قلنا أنها time bounded. هل سنة؟ هل سنتين؟ هل ثلاث سنين؟ مهم جدا الحاجة دي. خلال الفترة الزمنية المعينة you have to calculate the cost. دايرك وإندايرك كيف؟ الدايرك كوست هو الكوست اللي بيخليك اللي بتدفعه to produce the product أو السيرفيس بتاعتك مباشرة. الإندايرك واضح من كلمة إندايركت، هو ما داخل فيها مباشرة لكن أنت بتدفع أثناء ما أنت شغال. Just like مثلا الناس هنا في المصنع، المصنع شغال، فيه عمال شغالين في المصنع، المرتبات بتاعتهم دي we call it direct cost. لكن في ناس بتاع النظافة، okay؟ في حرس قاعد outside، في ناس مديرين شغالين، ديل هم ما شغالين مباشرة على البرودكت، لكن وجودهم مهم. لو الحاجات حقتهم ما عملوها شغلك ده ما بيمشي، although إنه ما داخل فيها مباشرة. It's okay. طيب ديل إذا ما حسبت التكلفة حقتهم، قروشهم حتجي من وين؟ يعني إذا حسبت التكلفة بس الكوست، سيقولنا الكوست 5 مليون، ونسيت الحاجات دي حاجات ما مهمة، وجبت أرباحي إنه بدخل لي 7 مليون، so happy. إذا أنا ربحان كم؟ 2 مليون. لما تجي تدخل 7 مليون دي، يجي يقولوا لك طيب ديل هتدفع لهم مواهبهم من وين؟ لما تجمعها تكتشف انها سي 3 مليون. اكشوالي انت خسران. اوكي؟ اكشوالي انت خسران. So it's very important تحسب الكوست بشقينه. انت تخيل ماشي بالمواصلات، عشان تنجز الحاجه دي حتركب كم حافله، حتمشي وين؟ لو ما حسبتها حتلقى نفسك انت في بند بتصرف عليه بدون ما تكون في ما يقابله في البروفيت.
عشان كده لازم تحسب كل الكوست بتاعك بشكل كامل، وبعد كده تعمل expectations. يلا هنا expectations علمية وليست أحلام، إنه أنا في مقدوري أبيع كم من البرودكت المعين في السنة في أتو ماركت بياتو سعر and so on عشان يرجع لي أو يدخل لي مبلغ معين. سير في 3 سنين أنا حدخل 15 والكوست بتاعي 5 إذا الحسبة دي حقيقية. So this project is profitable. It's okay. عندنا معادلة بيسموها return on investment، العائد على الاستثمار. هي ببساطة equation equal total revenue minus total cost على total cost percentage مضروبة في 100. الحاجة دي بتعملها على الفترة الزمنية حقتك، بتحسبها لكل سنة، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة and so on. وما لازم تكون constant. يعني في مشروعات السنة الأولى بتكون ما ربحانة، فيها خسائر مثلا، السنة الثانية لا ربح لا خسارة شايلة نفسها، ثم ريفينيو يبدأ السنة الثالثة وانت ماشي. ففي حاجات بتبدأ من الأول، في حاجات long term. لما تعمل الحاجة دي بعدك بتسأل نفسك، مثلا لو كان في بروجيكت بيربح بعد 5 سنين، هل أنا هستحمل؟ عندي القدرة إنه أنا to wait for 5 years؟ ده سؤال بيجاوبه أنت، ما بجاوب لك زول تاني، مش كده؟ في بيزنس مان ممكن زي ما بنقول إحنا بالبلد عنده سنام مثلا، بخش في project long term بتاع 7 سنين وعنده المقدرة يصمد في الماركت للفترة دي and then will enjoy the rest of life. في تاني small businessman ما عنده القدرة إنه يتحمل waiting for 5 years، محتاج حاجة تدخل عائد في فترة وجيزة. فإذا طلعت مثلا revenue بيصهر بعد 5 سنين، تجي تسأل نفسك can I do it or not، ونرجع في السايكل الجبال قلناها، do I need to modify something. Okay. إذا لاحظنا يا أخوان الحاجة دي بتدخلك في اختبار حقيقي للأيديز بتاعتك. الأيديا كأيديا بتكون دائما جميلة وفيها أحلام وكده، لما تيجي تخضيعها للديتيلز دي بعد كده بتبدأ تصهر الحقائق المجردة، هل هي حتصمد ولا لا. قد تلقاها long term وانت معتقد بقوتها لكن ما عندك القدرة على حاجة دي، في الحالة دي يبقى واحدة من الأوبجكتيفز بتاعتك الجديدة إنه أفتش لي شريك معاي تشير معاي الريسك ده. أوكي؟ وإلا ما حتقوم، ما خلاص أنت alone you cannot do it. لكن لو جاء معك شريك تاني أغنعته بالحاجة دي you can do it together. أوكي؟ فإذن أضفنا أوبجكتيف جديدة إنه نفتش لنا شركة أو نشوف لنا تمويل من بنك ولا whatsoever كانت الحاجة الموجودة. ما كنت حتصهر لك الأشياء دي لو ما كنت عملت this cost benefit analysis. وزي ما قلنا الـ payback period important especially in case of funding. يعني لو مشيت لبنك البنك لازم يتأكد إنه الكلام ده حيرجع 200، هو ما دافع عليك هدية ولا كده. So if the return on investment is high then go ahead. خلاص green light. Otherwise you need to revise your ideas. It's okay. نواصل في نفس الموضوع budgeting and cash flow. Suppose حسبت الماني المشروع كله وكان سي 10,000 أو 10 مليون whatsoever، هل أنا من day one محتاج لها؟ This a question. إذا المشروع بحتاج لها إذا لازم توفر من الأول. أحيانا أنا محتاج ل 10 مليون yes، لكن في السنة الأولى actually أنا محتاج لثلاثة والسنة الثانية 5 والسنة الثالثة لاثنين.
تقسيم الكوست over the period of time we call it budgeting. Allocating the money over period of time زي ما عملنا هناك. بعد كده الكوست ده in day to day you need to manage it. Managing the expenses according to the planned tasks. This connects cost and time dimension. قبل اتكلمنا عن التايم هسه اتكلمنا عن الكوست لما نلمهم مع بعض بيظهروا لنا in terms of budgeting. Okay? If you fail to manage the cash flow حتيجي لحظة من اللحظات في تاسك معينة عايز تنفذها and you don't have This is the result. وتبقى الفكرة برغم من قوته وبرغم من جماله جيت لحظة من اللحظات غلبتك مش لأنها هي ما بتتنفذ لأنك you fail to manage the cash flow. ودي التفاصيل المقولة الشهيرة اللي بتقول الشيطان في التفاصيل. دي التفاصيل اللي بتقتل أعظم الأفكار يعني. Okay, ببساطة. So, بعد كده مهم to know how to execute my business plan. Plans should be divided into tasks. Okay, into tasks. مهم جدا حتى دي. Each task should have duration محدد. وresources محددة. resources قد تكون money قد تكون human resources قد تكون technologies. okay. فمهم جدا عشان نصل لهدفي ونفذ البلان بتاعتي أقسمها لـ tasks و partners who can help you to do this and look at ممكن يكون عندي شكل زي ده. start بعدين عندي مجموعة من التاسكس طبعاً هنا عاملة A, B, C لكن حتكون أسماء محددة دو كده دو كده كل تاسك لازم يكون في ديوريشن لها وبعدين في ديبندنسز يعني معروف مثلاً لو لاحظنا تاسك C you cannot perform task C unless task A done it's okay For example, A و B can be done in parallel. ودي هنا بنقول العلاقات المنطقية ما بين كل تاسك والتانية. إذن البلان بتاعتك لازم تكون معمولة في تاسكس قدامك. والحاجة دي عشان ما تنساها تعيلها يوميا. تكون خدتيها في لابتوب، تكون خدتيها في محفظة عاملة في برواز خدتيها. في مكتب whatsoever always لازم تكون قاعدة قدامك وبتتابع فيها task A has been done task B فيها مشاكل task C بتعيش معاها لازم تكون عايش مع البلان بتاعتك دي وبتتابع فيها ومهم جدا يتم لها periodical assessment and evaluation يعني لو مثلا بحاجة حق days كلها كانت in terms of days يفترض في نهاية كل أسبوع تعمل evaluation هل الحاجة دي ماشي أوكي ولا I need to modify the plan it's okay إذا كانت مسألة طويلة by months and so on ممكن تتعامل monthly حسب حجم البلان بتاعتك نجاحك بيعني أنك تصل الـ end في الوقت المناسب المعين What you need to do and to know. لازم تاخد في بالك إنه الأيديا بتنبع منها أو sorry الفاليو بتنبع من الأيديا بتاعتك. لازم يكون في كاستمرز محددين معروفين قدامك ودي هنا بتبقى في شغل الماركتينج أصل للكاستمرز ديل كيف. لابد تكون في أكتيفيتيز تاسكس محددة ودي بتساعدنا في البلان والإكسكيوشن. لازم يكون في resources معروفة محتاج لشنو محتاج لmoney محتاج لpartners and so on
والريسورسز دي من خلالها بطلع الكوست، لانه actually الكوست هو الكوست بتاع الريسورسز، ولازم احسب الريفينيو بتاعي من الكلام ده كله. وهنا في حاجه مهمه بنصح بها الناس، وي كول ات ذا بزنس موديل كانفاس. ده لو لاحظنا فيه كل الحاجات دي، بس لما نرى مع بعض في سينجل بيبر تاخدها قدامك وانت بتفكر في حاجاتك، اوكي. فلو لاحظنا في النص هنا في الفاليو، تكتب الفاليو اللي انت شايفه للايديا حقتك. بعد كده الفاليو دي ماشيه لمنه؟ الكاستمر سيجمنت. هنا الكي اكتيفيتيز اللي انا مفروض اعملها، هنا the needed resources، وهنا في the cost، هنا في the partners. الكاستمرز علاقتي معهم هتكون كيف؟ البرودكت بتاعي بوصله كيف؟ الشانلز بتاعتي. انا at the end في the revenue. لو لاحظنا كل الكلام الجبال قلنا يتخطى لك في صفحة واحدة، ما معناها دي فيها التفاصيل، دي بتنظم لك شكل تفكيرك. يعني خد في بالك always أطبع الصفحة دي قدامك في ورقة بتاعت A4، وحاول أثناء ما بتفكر تملاها. زين بعد ذاك أمشي للتفاصيل. كل واحدة فيهم حتكون عندها شغلة ألون لوحدها، لكن هنا بتديك الأوفرول فيو لهم كلهم. فاينالي تعمل شنو؟ تو بيلد يور كاباسيتي يو نيد سمول دوزز ان سم ديسيبلينز. مهم جدا كلمه سمول دوزز. نايذر سيرتيفيكيشنز نور ام بي ايز ار ريكوايرد. انا عارف في هوس بتاع ام بي اي طالع في البلد، فاول ما الواحد يقول عايز يعمل بيزنس همشي اعمل ام بي اي، نو، بيج نو. هتمشي تقرا 13 14 كورس without applying them all، هتكتشف انك انت كنت محتاج لمجموعه من المفاهيم سكترت ما بين الكورسز دي، لو لميتها كلها it may equal to just one course. It's okay. And spend 2 years as a student. وبالمناسبة في معدل معروف بتاع إنه زول بينسى المعلومة لو ما طبقها كله كم. And then after 5 years you get only just a piece of paper مكتوب على اسمك وإنك عندك MBA، والحصيلة is a big zero. It's okay. وبعدين ما تقوم تطير لك في راسك I need a PMP. أنا عارف الناس خلاص تقوم تهيج عايزين PMP، عايزين ما بعرف شنو، محتاجين CPAP. No. الحاجة دي بتعملها لما تكون It is your profession. It is your profession. لكن actually أنت هنا أنت entrepreneur، أنت business man. It's okay. معليش الناس اللي بتعينوا later محتاج ناس بتاعين PMPs، محتاج ناس بتاعين MBAs، لكن ما لازم انت. احيانا في لحظات بتحتاج لها، خلوني ممكن احكي لكم ستوري، لكن ما تخدتها كمتطلبات. عشان كده قبل قلت لك small doses. بتحتاج small doses في شنو؟ اولا في area of application. يعني الليلة لو انا البزنس بتاعي كان سي في الهيلث كير، ما معقول يكون بزنسي في الهيلث كير وانا جاهل في الهيلث كير مانجمنت سيستمز، مش كده؟ فلا بد اتابع المستجدات في الاريا اوف ابلكيشن اللي انا شغال عليها. اوكي، انا شغال في حاجه معينه عندها علاقه بتصنيع حاجات معينه، من باب اولى اكون لاحظوا قلت بعرف ما قلت متخصص. عشان كده قبل قلت سمول دوزز، تخليك متابع what is going on في المجال المعين. Number two, small doses, not PMP في project management. لأنه قبل تكلمنا عن tasks
مفروض تنفذها over time. كل شغلك طالما محدد له dates معينة, times معينة, وفيها expenses معينة لأداء tasks معينة, so you need projects. To have a project and to manage it well, you need project management. Just ideas, basic knowledge. Then, financial management and accounting. عشان تحسب الكوست بيحسبوه كيف, الكاش فلو بيعملوه كيف. ما في زول قال لك تمشي تبقى certified accountant. No. Small doses بما يكفي انك تعمل الحاجة اللي انت طالبها. Managing people. انت حتتعامل مع people. سواء كان عددهم قليل, عددهم كبير and so on. You may need to manage individuals. وبعد ذاك المسألة بتكبر بتتحول لمانجينج تيمز, ولو شغلك كبر بعد كده هتبقى حاجة أضخم. اوكي. بزنس كوميونيكيشن, ذس از فيري امبورتنت. حتقنع الناس بأفكارك كيف لو أنت ما عندك البزنس سكيلز دي نهائي, أحسن تفتش لك زول معك, وإلا أنت حتكون واقف عشان تشرح, حتكون دعاية مضادة للبزنس حقك, مش كده؟ because انت ما عندك مقدرة توصل المعلومة. اذا الحاجة دي ما عندك وما بتقدر تتعلمها, it's better واحد من البارتنرز بتاعينك او تفتش بارتنر عنده عشان كده سيدنا موسى قال هارون اخي بالضبط كده. This is very important. Stress and time management. لأنه الحياة ما حتمشي سهلة كده زي ما أنت عايز, مش كده؟ وحتزنق في الزمن. You need to manage your time. طيب الاسترس جا من وين؟ جاب حاجة بسيطة جدا, إنه إذا في gap ما بين الحاجة اللي في ذهنك والحاجة اللي في الواقع, then you will have stress. It's okay. الحاجة الثانية, التاسكس, انت محتاج كل مرة to revise it. اي تاسك عندها two parameters بنقيسها بها, واحدة the importance والثانية the urgency. كل ما الحاجة بقت important and urgent, you will be under stress. It's okay. ففي بيعملوها بكوردينيتس بسيطة, بتعمل زي X and Y axis. على X axis بيكون الimportance, وال Y axis بيكون الurgency. ففي quadrant بيكون urgent and important, وعكسه بيكون في not urgent not important, وبعدين في important but not urgent to urgent and so on. وتبدأ تخط التاسكس في الأربعة كوادرانس ديل, بتديك طوال الأولوية لشنو. أديك مثال بسيط جدا. تخيل أنت سايق عربيتك والبنزين ولا أصفر, أوكي, لكن بتمشيك يعني سي 20 كيلوز, وكان الكلام ده at night. قمت كسلت قلت يا خمشي البيت, وأنا الصباح ماشي الشغل أقوم أكون بنزين. قمت صحيت متأخر مثلا, طلعت الشارع لقيته زحمة, you will be under stress. سببه هو التاسك بتاعت انه عايز تكوب بنزين, ولأنه لونه أصفر it becomes urgent. It's okay. وإن لو كنت بالليل مشيت عملتها ما كان حتكون urgent, لأنه انت عارف كم ممكن تعمل الصباح. لو بيقى الصف طويل ولا أي شيء ما حتكون متنشن, لكن الصباح لأنه حتكون خصما من زمن العمل حتكون متنشن. لاحظ نفس التاسك إذا حولتها من تايم 1 لتايم 2, في بارامتر حيتغير حيسبب لك في ستريس, إنه بدل ما كانت not urgent تحولت إلى urgent. الكلام اللي قلت لكم ده يا أخوانا هو single course بتاع 3 to 4 days, بديك الشغل ده جرعة بسيطة جدا بس بصورة علمية بتخليك انت شغال البزنس بتاعك, and you can manage your time and lessen the
stress. Okay? And then self-learning. ما لازم كل ما جات حاجة أمشي أفتش لي كورس وأقعد أسأل الناس الحاجة الفلانية والمحادة الفلانية بدي أتو كورس and so on. النت مليان بالمعلومات. مهم جدا تكتسب المقدرة بتاعة السلف directed learning. Okay. Then all in a nutshell, you have idea. This idea should be converted into business plan. And then you have to execute the plan. And then you have to have continuous assessment and evaluation and continuous learning. And then inshallah, to give al kas. Thank you. My contact, if you want to send an email to me, t.a.khalid@ieee.org. This is my Facebook, tariq.khalid. LinkedIn already mawjood. And go ahead. Shukran jazeel. Baki da questions? شكرا. عندي بس سؤال في الموضوع بتاع البرايسنج. في طرق كثيره الناس بتعمل بيها البرايسنج، منها القصه بتاعت الفاليو في البرايسنج، ومنها القصه بتاعت انه الكومبيتيشن او الكومبيتيتيف. فانت من خبرتك بتوصينا بشنو في المنطقه الاولى بتاعت الستارت اب على حسب الحاجه اللي انت جاي منها؟ وشكرا. طيب، عادة عشان تعمل البرايسنج صح، أعمل بوزيشنينج لنفسك. أنت قاعد وين؟ قاعد وين مقارنة مع your competitors؟ طيب لو افترضنا إنه ما في competitor، افترض، then you can do اللي أنت عايزه، مش كده؟ أصلاً هتخد الحاجة وأصلاً ما في غيرك في السوق. إذا في competitor, so you cannot do anything unless compare yourself to the competitors. We call it benchmarking. ف يلا هنا challenge ما بس لناس الستارتوب، حتى للشركات الكبيرة جدا. في شركة ممكن يكون عندها competitors عنيفين جدا، وهي بتقدم حاجة بفاليو عالية جدا، وبالتالي لازم يزيد البرايس بتاعه. Unfortunately, عقلية الكاستمرز هيقول لك يا أخي ده حاجاته أغلى، ليه أصلاً هو قاعد نفسه عايز شنو أنصون، وبيمشوا للزول الثاني. في الحالة دي لو قام قلل البرايسز بتاعته عشان ينافس will get out of the market، لأنه هو actually بيقدم بكواليتي أعلى. هنا بيبقى تشالنج بتاعه ما تشالنج بتاع برايسنج، هو تشالنج بتاع ماركتينج في الأساس، إنه كيف يقنع الناس الثانيين إنه هو is different. It's okay. لازم يقنع الناس التانين how إنه هو different. بتتطلب مجهودات كثيرة جدا عشان يقنع الناس بإنه different. عشان كده بتلقوا يا أخانا في شركات، يعني خاصة في المجال التكنيكال، لما تخش الويب سايت بتلقى في business cases و case studies and so on و white papers بيخدها مجانا، حتى نتائج بتاعت researches عشان يقنع الناس إنه هو is different. وبالتالي لما نيجي يقول الحاجة حقتي ب70,000 وعلى الكمبيوترز بتاعني ب40,000، يكون قدر to justify a difference. It's okay. فإذن الحاجات ما always just here pricing، لكن ما لازم from pricing point of view، يعني ممكن تكون from marketing point of view. فيلا هنا إذا أنت بتتساوى مع your competitor في الفاليو، يبقى ما عندك طريقة تزيد البرايس.
في الحالة دي قد تنضغط إنك تقلل البرايس عشان الناس تجيك. يعني هو بيبيع بستين وإنت بتبيع بستين ونفس الفاليو، عملت شنو يعني؟ عشان تميز نفسك في الحالة دي أيزر تزيد الفاليو أو تنقص الكوست أو تنقص البرايس في الحتة دي. طيب نجي نشوف البرايس هو ذاته، هو ما معادلة، البرايس بيساوي الكوست بلس البروفيت، صح؟ ما لأنه أنا حطرح الكوست، البرايس ماينس الكوست بيساوي البروفيت. إذا أنا ما عندي طريقة غير منه أنقص البرايس بتاعي، إذا المسألة دي حتأثر في البروفيت بتاعي تأثير تريمندس، في الحالة دي أنا أشوف الويز والمينز to decrease the cost. طبعاً خد في بالك في الحتة دي without touching the quality the challenge. عشان كده مثلاً في مؤسسات يعني الناس ليه بتتسابق بأنه والله عايزين نطبق في المصنع الفلاني السيك سيجما، عايزين نطبق اللين، ما بعرف عايزين نطبق. Actually هو challenge بتاع how to reduce the cost without touching the quality. It's okay. فبتبقى في الحالة بتاعت إنك لو عايز تنقص البرايس فتش كيف تنقص الكوست عشان ربحك يكون موجود. أحياناً البرايس بيكون dictated by the market، يعني معروف في الماركت إنه الحاجة الفلانية سعرها ما بين كده وكده، ما على كيفك عشان تاخد حاجة. يلا أربح كيف، فكرة كله حيكون في how to manage the cost. عشان كده يا اخواننا في بيجا الكوست، يعني علم بيجا عندك في سيرتيفايد كوست انجينير ان سو ان، ليه؟ لانه اصبحت هي مدرسه قائمه بذاتها. اتس اوكي. فعشان كده انت خط الايكويشن دي دائما قدامك وشوف الكوست ديكتيتد باي ذا ماركت ولا لا، بعد كده قارن نفسك بالكومبيتيتورز بتاعك وخط الفاليو قدامك وشوف مشكلتك مشكله برايسنج اند كوستنج ولا مشكله ماركتنج في الأساس. Okay. Any question? طيب لما نجي أعمل البلان بتاعتي أنا بقوم بدرس السوق صح؟ يلا هنا السوق حقنا ما ثابت، يعني ممكن أجي أشتري رأس المال بتاعت المواد بسعر أجي ألقاها مثلاً ضاعفت أو زادت أو نقصت. الحاجة دي أنا بقدر أعملها مانجمنت خصوصاً لما نكون بادئ يا دوب كيف؟ هو أنا يعني شغل السوق فهمت انه قدر ما انت راسك بيها كثير راس المال كثير حياتك كثيره بتقوم بيقول الكوست، يعني انت اللي عايز تطلع حاجه اعمل لها مانجمنت كيف. الحاجه الثانيه عندنا السعر في البرايس، عندنا في الكلتشر هنا الثقافه بتاعتنا كسودانيين، يعني مرات بيكون عندك لو كواليتي لكن على حسب الحاجه جات مع والاعلانات والحاجه انه هي ده بتلاقي سعره عالي عنده الثاني بيكون احسن منه. فيلا الموضوع ده انا اعمل له ديفلوب، يعني اعمل له مانجمنت كيف. اخر حاجه موضوع القلق ده، يعني بشوف بيزنس مان كثير بقت حياتهم كلها بس لافه حول الموضوع ده، حتى حياتهم ما قادر يعيش اساسا، يعني فهمتني؟ اي فبس يعني قروش قروش، يعني في النهايه معلش يقول لك ما تضي جلطه ما تضي سكته، البورصه رفعت حصل له. فهو في النهايه هو جوب صح وشغل، يعني عنده جول، المفروض الزول يكون عنده جول ثاني انه دي ما مل ده مال بيزك، او يكون عندك مثلا لاين بتاع بيزنس يجيب لك لو الشغل فول عندك شغل ثاني يعمل لك حياتك عشان ما يكون في الاستريس ده. اوكي شكرا. واحده من المشاكل انه البيزنس مان انت مالك القروش ولا مالكك، وده سؤال مهم جدا يتخطى. اذا كانت حياتك هي انك تلقيت قروش هو انت حتموت بجلطه. اوكي لما يكون ده المحور بتاعه. وشفنا الحاجه دي يا اخواننا في بيزنس مان غنياني جدا لكن ما مستمتع بحياته، يعني فكأنما أصبح هو هدفه أنه يجمع just money. وفي زول تاني القروش بالنسبة له هي عبارة عن tools. It's okay. Very important تحدد الحاجة دي، هل هي هدف ولا هي tool. فمهم جدا شكل التوازن في الحياة، بمعنى أنك أنت عندك أهداف كثيرة من ضمنها your business. صحيح هو مهم لأن انت حتموت بالجوع يعني وما حتقدر توفي بحاجاتك، لكن مهم جدا انك تخده معاه باقي الحاجات وتخلق التوازن ده. والستريس مانجمنت جزء منه، قبل ما قلت لكم تايم مانجمنت
هنا أنا ما بقصد تايم مانجمنت خاص بالبروجيكس بتاعتك، لأنه التايم جزء من البروجيكت مانجمنت. أنا قاصد تايم مانجمنت your own time, your own time, how to manage it. إذا بقيت 24 ساعة شغال قصاد الشغل بتاعك، فدي دي المعيشة الضنكة ذاتها مشكلة، حتى لو كنت بتدخل billions. فالتايم مانجمنت ده ببساطة في تايم لعملك، كيف يكون في تايم لأسرتك، وفي تايم لنفسك، وفي تايم لأهلك، وفي تايم لهواياتك. الحاجة دي ما مستحيلة. خليني أديك مثال personal just يعني. أوكي، أنا مدير شركة، ومتخيل لما تكون GM لشركة المشاكل اللي بتقابلك it's not just the business، ناسك ذاته مش شغالين معاك ومشاكل and you have to solve it. الأبس and downs اللي بتحصل في السوق بتنعكس سلبا عليك، انت الوحيد اللي لما تمشي الشغل غصبا عنك بتمشي بتفكر، يعني ده ممكن ساعة العمل انتهى طلع ومشى لأنه هو just موظف، انت you can't. لو في مشكلة غصبا عنك بتطاردك حتى في منامك، مش كده؟ طيب بعد كده I'm a university lecturer، okay، بدرس الطلبة في الجامعة وصان. بعد كده شغال شغل طوعي، volunteer في IEEE في بعض الحاجات زي الشغل ده. Moreover I'm a novelist، بكتب روايات وبنشور أي شيء، عندي روايتين منشورات الآن. Moreover I'm a guitar player. يلا حسب الزمن. I enjoyed my time. بعد كده I have three kids. دي حياة تانية، ما حاجة مستحيلة، لكن مهم جدا إنه حياتك تحسب أهدافك شنو، وكل حاجة من ديل عندها حقها بنفس الimportance. يلا بعد كده بتصطدم أحيانا ب التعارض، كيف يكون عندك الـ ability to drop something حتى لو كان في لحظة من اللحظات الـ drop to change your business. لأنه خد your family and your business، لو حصل التعارض هل حتقول ما داير my family I will drop them out؟ you can't، إلا تكون ما بني آدم يعني. فبتحصل الحاجات دي، ولما تحصل لازم تحسب في شنو اللي كان بي dropped out، ودي دائرة قوة يعني في decisions. أحيانا كثيرة ممكن تقول والله I cannot go with this business simply. والquitting مش لأنه هو يعني أنا اتهزمت فيه وهو غلبني أبيع ولا كده، لكن اتعارض مع حاجة أنا بعتبرها عند فاليو أكبر. فأنت لازم الفاليوز دي تكون موزعة جواك في الأول. إذا كانت واضحة أن يو سكسيد إن مانجينج يور تايم ما بيصل لك الاسترس ده، فلازم تكون الحتة دي واضحة جدا. الثاني التقلبات حقت الماركت حقنا. يلا قبل لما نتكلمت لك عن الثريتس والأوبورتونيتيز، دي الحتة طبعا الثريت والأوبورتونيتيز مع بعض بيسموهم كلهم ريسك مانجمنت. اوكي، ففي السودان you need to be a professional risk manager. It's very important عشان تتعامل مع التقلبات في الأشياء دي. عشان كده always لما تضع بلان لازم البلان دي تكون مسلحة به الريسكس بتاعتك، سواء كانت threats or opportunities، contingencies، contingency plans، plans B، plans C، and so on، كل البلانز التانية. ويكون في some sort of agility we call it. إنه أنت خاشي في الحاجة خد range always، ما تقول الحاجة دي لازم الفاليو حقتها تكون كده. Always خد إنها هي ما بين كده وما بين كده. Flexibility is very important. Risk management is very important. Studying للواقع ده وتتعامل معه بمرونة. الحاجات دي بتبدأ تكتسبها أنت كمهارة، وحتكتشف إنه الناس الشغالين في ماركتس ستيبل ما بيعرفوها،
وأقل هزة هم ديلا هو اللي بتقوم تجو ستروك and so on, لأنه هو ما ready to accept الحاجة دي. وحصلت يعني مشهور ال هو ياتو يوم سموه بلاك موندي ولا في فرايدي اللي هو في سوق العملة, ما حصل اهتزاز, الناس ما كانوا ready to absorb الحاجة دي فانتحروا يعني ببساطة. اوكي, في الخبطات اللي انت بتشوفها دي actually يعني it will make you more strong يعني. تاني في question بالضبط. اوكي يلا في الحتة دي ما زي ما قلنا لكل فعل رد فعل, فانت ده ما خلاص بقى واقع قدامك. عشان كده قبل لما قلت لكم انه في شركة ممكن يكون الكواليتي حقها اعلى, unfortunately طبعا انت ككونسلتنت ما بقدر تحكي حاجة عن كاستمرز تاني, لكن انا شغال اسف في بروجيكت بيشبه الحاجة دي, انه في كاستمر خلينا نقول اكس عنده برايسنج بوليسي معينة خلق له مشكلة لانه هو بيهتم بهاي كواليتي وما قادر تو ديفند مع الكلتشر حقت الناس المساله دي. وات تو دو؟ يلا هنا قلت لك ما تتكلم عن البرايسنج, لانه لو تكلمت عن البرايسنج حتلقى نفسك ما في طريقه لتنزل البرايس بتاعك, and there is no other option. الاوبشن الثاني الكاونتر اتاك في الماركتنج اتسلف, يعني كيف تقوم انت بحملتك اللي هي بتدرس فيها كل الجوانب ديك, وما لازم الحمله تكون زي ما هو عمل اعلانات, مش تعمل اعلانات هي ما كده, لكن you can do something else بفكرة تانية innovative بحيث انك تنقل الناس نقلة مختلفة. فالويز اذا كانت المشكلة في البرايسنج and you cannot touch the price, go to the other side اللي هو الماركتينج. اوكي okay.